صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم. حلقة جديدة من برنامج الحدث يوم الخميس 11 نيسان 2024، طبعا ثاني أيام عيد الفطر المبارك ينعاد على الجميع دون استثناء في لبنان والعالم العربي وكل العالم بالصحة والخير وأمن وأمان وأيام أفضل على الجميع إن شاء الله. صباح الخير أستاذ جوني منير، الصحفي والكاتب السياسي، ضيفي اليوم في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. ما بيعرف الواحد بهالبلد ما بده يبلش عن جد، بتقول مسيحة صغيرة مصايب لأنه مصايب ما عم لك لأنه ما بتعرف أنه وين بدك تبلش، لأنه كله يندرج ضمن إطار المصيبة يعني عمليا. وكل يوم البلد عم يقطع بقطوع، منقول عشية قبل ما ننام كتر خير الله مرق هيدا النهار على خير. أكيد بدي بلش من الأمن الفالت الذي آخر تجلياته كانت مقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، يلي اليوم أيضا العائلة وحزب القوات يعني بكفوا بتقبل التعازي، وبكرة عمليا الدفن ساعة واحدة بجبيل. وأيضا قضية محمد سرور، أيضا هذا الشخص يلي انقتل كمان تم تصفيته، هلا موساد غير موساد هيدي المعلومات. خليني بلش من باسكال سليمان مع كل ما مركز القومي كمان مركز القومي اكيد جايين على مركز القومي، بس عم نحكي هلا عن عمليات الاغتيال يلي صارت او القتل او يسميها ما شئت. خلينا نبلش من باسكال سليمان وكواليس اللي صارت من وقت الخطف والقتل حتى اليوم مع كل ما رافقه من مواقف، من عبث، من اتهامات، من غضب، من شارع لحد هلا. يعني بعد مكملين، يعني بعد في بكره وبعد في ما بعد المرحله المقبله. شو هي الروايه برايك؟ هل موقف القوات اللبنانية بموضوع التشكيك بالرواية الرسمية للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية معهم حق فيه ولا لا؟ بالنهاية في دم بالأرض يعني، وفي علامات استفهام، وفي بلد أمنه فالت. ما هي الرواية؟ بلش قبل أنه أقول بحادثة مثل هيدي اللي بتاخدي منها أول استنتاج حجم المأزق اللي البلد فيه، حجم الانهيار الموجود فيه، حجم الأزمة وعدم الثقة بين فرقاء بين بعض، وعدم الثقة وكيفية التعاطي مع مسائل مثل هذه، وبحكي عن كافة الأطراف. وبالتالي هذا بيأكد على أنه الخطابات، بيأكد مرة جديدة الخطابات التعبوية أو الخطابات السياسية أو الصراعات السياسية اللي كانت عم بتدور الحقيقة عم تأثر بالناس. يلي بتاخدك على محلات، أول فقشة طلعي قلنا ثلاثة أيام نحن عايشين على فوهة بركان، يعني ممكن انه كاد ممكن انه ينفجر، او وبيخلي انك تفوتي ايادي العبث فيها. يعني قبل ما نفوت على تفاصيل الملف اللي عم تقوليه او يلي انا بعرفه من معلومات التحقيق او حتى بالمحلات الثانية، فيك تشوفي المسار يلي ما كان بريء، ما كان سليم. مثلا يلي عاقب بموضوع مركز القومي بجديدة، وأيضا حجم الدعوات بين مزدوجين، ويلي هي دعوات مشبوهة وغير صحيحية، غير صحيحة من أجل طرد السوريين يلي عم تطلع. كيف يعني غير صحيحة؟ لأنه مش من، أنا سألت عن المواضيع بالمناطق يلي موجودين فيها. كان في يعني كان في فيديوهات ببرج حمود بالدكوين، مش عم بحكي عن الصدام يلي صار سد المخ، لا لا لا، فيديوهات عم بتطالب وتهدد. هذه الفيديوهات اللي من امبارح عشية لليوم أنا يعني يلي شفت واحد منهم، أنا برأيي هذا نوع من الحماس او التهور الذاتي لبعض الاشخاص. بس بدك تقول انه منه قرار أكيد لا. يعني حزبي او مش بس هيك، اكثر كمان طلع بالبيانات، احد البيانات نحن مين بيكتب عين الرماني باليه، لانه اكثر منطقه مشهوره بنعرفها نسبه للحرب من سنه 75، ما في انسان بيعرف غير ما بيكتبها بالتي، فاذا منا صياغه لبنانيه.
كمان لما بتروحي بمحلات تانية لحظة كيف يعني منا صياغة لبنانية؟ منا صياغة خليني أقول واعي، خليني أقول يعني كيف كده حدا مسؤول محترف مثلا مسؤول أو محترف أو عادي محترف يعني جهة قصدي يعني جهة رسمية صحيح إذا بدك أو جهة كبيرة أو جهة هذا لا منا مش صحيح هيك. وحتى كمان بالدعوات الثانية قلت لك اللي أنا تحققت فيها من المناطق مش صحيحة، ما كان في طلب بهذا الموضوع، رغم أنه هلأ بنحكي في شق كبير بدنا نحكي عن الموضوع السوري فيه صحيح. بس ضيفي علي قصة قبل ما ننقل على القصة بهذا الموضوع تحديدا بالدعوات، طيب الفيديوهات اللي انتشرت الناس اللي عم قاعدين على عاملين مواكب على موبيلاتات ومعه هوبارلورات كلهم وجوههم مكشوفة، طيب جيبوهم جيبون سالون مين اللي كلفون؟ أنا بفتكر يعني من ضمن بالآخر في مصيبة وهلأ رح نحكي عنها، بس قبل ما أوصل بدي جرب يعني ضوي على محل قول إنه في إمكانية للاستغلال الكبير يعني بقصة جديدة. أنا مثلك مثل كل صحافي. قصة جديدة يلي هي الاعتداء على مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي وشك علم القوات ورمي علم القوات يلي داخل بيخبرون مثل سرقات تذكري بصح النوم تبع غوار لما بفوت على المحل وبيكتب بكب له بيسرق الذهب وبكب له ورقة تبع حسني بورزان انه لك انه شيء بيشبه الوضع بالحقيقه ما يعني انا سالت اول بيان طلع من القوات يلي قال قاتل بدك اياه ومشي فيها، والسؤال كان هل ممكن انه يكون بهذا الظرف حدا متهور متحمس ام انه عمل احترافي؟ على ما يبدو لا، العمل احترافي اكثر ما هو عمل متهور، فاذا على هذا بيخدك عمل اخر بالضبط. وهيدا أنا أكيد إنه ما بفيد القوات، ما قالوا عليه قبل القوات، وأصلا مثل ما هي التصرف والمنطقة في ألف علامة استفهام، فإذا مش هونيك وهو رفع القطو شوف يلي هونيك القطو وأنا بحرق دينه معك يعني باردون على التعبير. فإذا أنا العماوي أقول بين البيانات هودي يلي عم ينكبوا يلي هن ضد السوريين ضد الناس وبين يلي صار بجديتها بتقولي طيب فإذا في اتجاه حدا بده يستثمر بهذا الموضوع، وهذا اللي خليني انه روح هي نظريه الطابور الخامس. لا اتروق مش طابور الخامس، ما بدي انا خبريه الطابور الخامس كثير بحبها، ما عمل لك هي النظريه بس هذا اللي خليني لازم روح على وعي واتروق اكثر، خصوصا ان نحن بمساله بمنطقه بي 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 بزمن بوضع فائق الدقه. هلا شو بدك تقول على الموضوع ده؟ يعني عملت لي هيدي المقدمه لحتى اقول انه اول شيء المفروض نكون مفروض نتروى اكثر انه المساله منا وثلاث ايام الـ يعني انفلتت المشاعر على غربة. هلا عم تقولي قبل شوي بالروايه الرسميه او الروايات الرسميه خلينا نقول يلي سرب من التحقيقات والتشكيك، بتفهم يلي شكك عنده حق، لأنه بالآخر في عنده أحداث وملوع فيها هو. نعم الياس الحصروني مش من زمان اكتشفت بالصدفة، ورغم أنه اكتشفت ما صار شيء وما بتعرفي مين القاتل أو أنه ما في أسماء لإله، في عنا أحداث كتيرة، المرفق انفجار المرفق على صحيح. سبيل المثال الانفجار العالمي هذا ما في موقوف ما في حدا يعني ما أدين حدا مش موجود، بالعكس جرى توقيف التحقيق، ممنوع أن هذا التحقيق كان في أكثر المحاكمة. فإذن انطلاقا من تراكم الأحداث يلي عندي والإخفاقات اللي عندي والمشاكل الكبرى، مبلوم أنا يلي ومعه حق أنه يشكك لأنه بالآخر في عنده مسائل. بس هلأ هون بالكلام اللي تفضلت فيه ديفي علي، بس خليني أقول قبل ما وصلت يعني خليني ديفي علي أنه الحادثة مثل ما حصلت ما تزال حتى هذه اللحظة في بعض الجوانب فيها غير واضحة بالتحقيق الرسمي وما إلا يعني بتحط علامات استفهام عليها. لكن اللي صار بس خليك أقول لك شغلة، لأنك حضرتك ربطت أعطيت مثل أنه طبعا أي رواية يحق التشكيك فيها، بالنهاية بحق الواحد أنه يطرى علامات استفهام. بس إذا بدي استند على الأمثلة اللي اعطيتها أستاذ جوني، سواء كان مع بقضية الياس الحصروني وسواء كان بموضوع المرفأ، في جوانب اختلافات هون. الياس الحصروني في شفنا صور، شفنا سيارات، شفنا الكاميرات شو عطيت، بس ما في موقوفين. موضوع المرفأ ما في موقوفين. هون
عندك موقوفين وعندك معترفين وعندك عندك 7-8 نقاط هي توثيق بالكامل. هيدا انا يعني بقول انا يعني انا برايي مش هالقد فيك تقارن القضيتين. لما بيكون في عندك شعور جماعي ولانه هيدا بيجي على تراكم، يعني لو هي حادثه لحالها ما في شيء قبل من هودي كله سوا وقفت، انا برايي ما كانت اخذت هذا البعد، بس ليك اخذت. انا ما عم بحكي عن الشعور الجماعي، التراكم عندك، التراكم عندك عم بحكي عن التفاصيل بموضوع عدم الوصول لمحلات. ضيفي عليها قلت لك الصراع السياسي اللي وهون مع الاسف الطبقه السياسيه مفروض تتروى اكثر وتكون مسؤولة أكثر بموضوع الصراع السياسي اللي بتعمله والتساجل السياسي اللي بتعمله مع بعضها. وثلاثة، وكأنه ما في شعور عام بيقلنا أنه أنا البيانات، أنا ما بسميه طابور خمس، في فريق فايت جديدة، في فريق فايت. شو يعني؟ وعم بيقول لك بدي مين الفريق؟ ما بعرف، بس بعرفه بدي اتهم هيك بالهوا، بس انا بعرف انه في فريق، انه بحس او بستنتج في فريق فايت وبده المشكل. مصلحة مين؟ بده المشكل. مين عنده هاي المصلحة؟ شو في كتير ناس بده المشكل بالبلد نتيجة الوضع الكامل يلي بالمنطقة، في كتير ناس، في كتير قوى حتى خارجي، مش هيك لما قلت لك انا موضوع الرماني ليه؟ في شيء غريب انه مش انا اللبناني، يعني ما بعرف على اي مستوى متدني او انه مين يلي دافشه، حدا بده هذه الازمات بهذا الموضوع بالذات. التحقيقات يلي انعملت ويلي نحط فيها بشكل، كان عم نحط فيها بشكل دائم متواصل رئيس قوات سمير جاجا وايضا بطرك صفير وكل يلي تابعوا في هذا الموضوع. البطرك الراعي عفوا، البطرك صغير، تفضل. اولا هذه السياره مثل ما هو بين ثابت عندهم بالتحقيق، وبرجع بقول لك قبل ما كفي بهودي، نعم هنالك جوانب ليس لديها، ما فيها بعد اجوبه، تنطري بتكفي بالتحقيق الى الاخر. هذه السياره كما ظهر في التحقيق انه وفق الافادات تبعهم انه هن كانوا عم يسرقوا، بس حتى تاكدي هذا الموضوع شفنا الفيديو تبع ادمى، وعلى ما يبدو السيدة يلي بصربة يلي شكوا عليها وزمطت منهم اجت واعطت افادتها واكدت قالت. فاذا صارت هيدي ثابته، لما بتيجي السيدة وبتعطي افادتها بتكون ثابته، شكوا عليها بنفس السياره البيضاء المستعمله مسروقه من الرابع حاول ايه، بس هي عم تستعمل بغير محل بسرقه، وبعد في على ما يبدو هني حسب ما افادوا كمان حاولوا على شخص، بس بعد بدهم ليجيبوه كمان لحتى ياخذوا افادته اذا بثبت هاي الواقعه وما بثبت اقوالهم. اثنين، هي هذه السياره هو السؤال الابرز، هل هنالك كان، وهذا السؤال الاساسي، استهداف لباسكال شخصي بصفته الشخصيه ام انه هي بموضوع السرقه؟ في كتير سمعت انا بالموضوع السرقه السياره وهيدا بدأ بالاخر، يعني عالم السرقات السيارات والجرائم كتير ضليعين فيه، بس لكن فكفكوا الداتا هون تبع تنقل السيارات يلي معهم. نعم. واللي فهمته هون عم قال لي كده الشغل صار بالتعاون، يعني مديرية المخابرات بالجيش يلي عملته والمعلومات وبالتعاون مع فرع المعلومات. الداتا الحركة تبعهم هن يلي عملوها يلي كانت قبل، كانت منطلقة بعدة، بتدل عدة قرى قريبة من هاي، يعني مش حدا، بس انه بالجبل بالجرد هونيك، وبالتالي بتدل على انه تحركوا بعدة محلات هونيك، بس هيدي المناطق اللي تحركوا فيها ما لها علاقة بسير او بوجود باسكال سليمان. يلي فيكي من هونيك تبلشي تقولي طب فاذا ما كانوا عم يراقبوه، هو السؤال الاول اذا كنت مستهدفتيه عم بتراقبيه اللي هو بشكل مباشر والا او هو رايح. برجع بقول هذا كما ورد في التحقيق. نعم. وفي الادله، يعني هيدي موضوع الداتا يلي هيدي ما في ما حدا بيقدر يخرب فيها، هيدي بتكون علميه وموجوده. ثلاثه، حتى اذا كنت انا بدي استهدفه اللي هو طب بدي يكون في عندي حدا معي على الارض، يعني على سبيل المثال ناطور سوري او عم بتواصل معه او حدا، لا اقدر اتصرف. هلا السؤال الغامض يلي هن اعطوا اجوبتهم ويلي بضل انت عندك ما كتير، طيب ليش اخذته معك؟ ليش طلعته بالسياره؟ اعطوا جوابتهم يلي الجواب صار معروف يلي موجود، بس هيدا بضل اجابته غامضه انه طيب ليه؟ وليش رحت فيه على سوريا؟ هو بيقول راح فيه على سوريا لأنه من بعد ما صارت اللبكة ومن بعد ما توفى
طبيب الشرعي بيقول بيعطي افادته في هذا الموضوع، انه انا قلت هونيك بنكبه هونيك، عفوا ما حدا بيعرفه، ما حدا بيعرفه، بتتلم لملص. قلت لك هيدي اجوبه لي انا بالنسبه لي انا غامضه، ما بتعطيني تفسير كثير قوي، بانتظار اثباتها. لكن اذا كان في استهداف شخصي، انت اما بدك، وعذرا على التعبير اللي عم استعملها يمكن بتكون قاسية، وعم برجع بحكي باللغه التعاطفيه، اما بدك تقتله او بدك تخطفه. طيب القتل مثل ما بين بتشريح الجثه يلي صارت، والقتل صار بضربات حاده من ورا، ما في اغتيال بصير بضربات حاده من ورا اجمالا، مش هيك بصير الاغتيال، خصوصا اذا كان على الطريق. اذا كان مشان الخطف، انت بدك تضرب حسابك انك بدك تقاوم، بده يقاومك، بتكون جايب معك شيء يخدره يعني، وما كان مبين انه في شيء بهذا التخدير. طيب بس هون كمان في سؤال بالمقابل كمان غامض. طيب ليش اخذته، ليش مرميته من السياره؟ اخذت السياره ورميته من السياره، وبرجع بعتذر كمان مره ثانيه على التعابير يلي هي ده. كمان هذا سؤال بينسال، برجع بقول لك مشان هيك فيك تقولي بهودي المسائل في الادله يلي قلت لك عنها بتقول هيك، وفي مسائل تانية بعدها أجوبتها مش كتير واضحة. هلأ بالتعاطي مع السوريين قبل، طيب إذا كان في عمل أمني ودي سوريين ثلاثة ورجعوا سلموا السوريين ثلاثة أو أربعة يمكن صحيح. صار سبعة ستة أو سبعة الأمن السوري، طيب وصار بالتعاطي بينهم، طيب صار في تسليم لهم، ما خبيتهم، يعني تنتفي الفرضية الأمنية من الناحية السورية، يعني هيك عم تقول. أنا عم بقول إنه طب إذا بده ينفذ بسوريين مش رح ينفذ فريق لبناني بسوريين، مفترض بدك ينفذ إذا كان التنفيذ سوري، إذا كان بالموضوع الشخصي هذا أو على الأقل بيكون احترافي أكثر، وقد يظهر معطى ينصف كل هذه الموضوع، يعني متلك لحد هلا في جوانب غامضة، المعطى يلي بيوضحها أكثر لقدام، بس عم باخذ بالاستنتاج المنطقي. طيب اذا السوري بده يعمل، طيب برجع بنفذ انا يعني بتعاون وبعطي هؤلاء الثلاثه. هلا في لبنانيين معهم، ايه في لبنانيين معهم، في معهم حدا بالشمال يلي سهل انتقال السياره يلي صرنا بنعرف، في حدا تاني يقال عنه انه هو بيتعاطى معهم بموضوع وعنده سائق وعنده باع طويل بموضوع سرقه السيارات، داهموا بيته بالبقاع ما لقيوا ببيته، في نون وفي جعفر وفي كذا ما بعرف الاسامي، دهموا بيته بالبقاع ما لقيوا ببيته، بس لقيوا ببيته هو عليه مذكرات توقيف عديده، لقيوا ببيته اسلحه وممنوعات، وهو اصلا عليه مذكرات توقيف كثير في هذا الموضوع. هون خليني اعطي بهيدي المسائل، هون كمان في شيء اضافي، معظم يلي السوريين يلي عم ينكمشوا بلبنان وعم يعملوا مشاكل أمنية من جرائم وغيره، نعم. معهم بطاقات تذاكر مزورة لبنانية. أول مطلب يلي نحن بدنا نقوله هلا، طيب ما نحن كمان بدنا نشوف حالنا، من حوالي 4-5 شهور جرى توقيف 4 أو 5 مخاتير بالبقاع كانوا عم بيقوموا بمساعدة السوريين والتأمين لقلهم تذاكر مزورة. طيب هودي رجع قلت لك شو نعمل فيهم، هودي مخاتير وقفون شوي صراحة، دخلت الجهات السياسية يسو. الحامدة والمعنية بتوقع هيك، ما عندي تفاصيل بس ما في، ما في غير تفسير يعني. طيب هذا السؤال لما انت عم تعمل وعم تتصرف هيك، طيب انت مش عم تشجعه، انا عم بحكي هون مع الدولة مع جستا مع القضاء ما بعرف مع مين، انت مش عم تشجعه مش بس تقله ليكفي، عم تشجع غيره ليعمل، لانه عم بضب مع الاسف ما عنده اخلاق وطنية ولا عنده حد ادنى من الالتزام الأخلاقي والوطني، وعم تقول له لحتى يعمل هيك، كيف عم تعمل هيك؟ اثنين، بموضوع السوريين في لبنان يلي مفروض أنت إذا كان على المستوى العام الكبير مسألة كبيرة سياسية إلى علاقة بسوريا كدولة وإلى علاقة بالدول الأوروبية وإلى علاقة بمسائل كبيرة، وتقول لي انه هلا وما انعمل خطوه جديه في هذا الموضوع، جديه حقيقيه في هذا الموضوع طوال السنوات الماضيه، طيب انت في عندك على القليل التنظيم الامني لهؤلاء الموجودين، انه المفروض يكون في تشدد اكثر، وهون بحط الحق على الان جي اوز بشكل مباشر يلي بتعاطيهم الغير مسؤول
خليني أقول غير مسؤول، عم يتركوا يعني ممنوع تقرب تمس، بيقول لك تحت ستار موضوع حقوق الإنسان. مين قال لك؟ مين قرب لك على الشخص يلي هو ملتزم ماشي بشكل جدي وراءه مزبوطة هو جيد؟ ما في أي مفهوم لأنك تترك، ما في إنه 85% مبارح عم بيقول لي وزير الداخلية الموقوفين السوريين بالسجون. بالسجون صحيح. يلي هو عدد هايل. 35. 85. سمعت ما بقى 35 بفتكر 35. 35. بغض النظر. طيب هودي. طيب مش مفروض تسلمون لبلادهم تحت هودي؟ هودي مجرمين. هودي مش موقوف سياسي هذا. هودي مجرمين. مش مفروض تسلمهم لبلادهم لتربي البقاوي لتعمل نوع من الحماية؟ طب حقوق الإنسان عندك؟ حقوق الإنسان مش عندي؟ ما ممنوع. هذا الإنسان يلي صاير فيه يلي عم يتصرف فيه انت كدولة تسلمهم وانت وهن تحت الحماية الدولية. ما دام هلا انت عم تنتقد استاذ جوني وانا اؤيدك بهذا الموضوع، موضوع الان جي اوز، حتى الدولة ما قادرة تتعاطى مع ان جي اوز حتى هالقد عندهم سلطة، ضعف ذاتي هالقد منعطيين سلطة. نحن عملنا تحرك جدي بهذا الموضوع، هيدا المنطق يلي مش غير قابل، يعني بيقولوا شو اسمه منطق امباتابل، ما فيك تضربه يعني. عم قلك انا مجرم وازعر وحرامي وخارج على القانون، كيف بدك تتركلي هون؟ هيدا عم بتقول لي بدك، هيدا يا بتاخذوا انت يا بتردوا على سوريا، يستلموا السوريين بيستلموا دولته، انا كيف بدي اعمل؟ عم تقول الباقيين لاسباب انسانيه وسياسيه وما الى هنالك، اوكي قطشت الريعه ماشي الحال، بدي نظمه هيدا بطريقه افضل. بس لكن يلي بلاقيه انا عندي، انا ازعر مجرم خارج على القانون، كيف عم بتركه انا هيدا عندي انا هون؟ يعني هون في حق على الدوله يلي ما تحركت بشكل جدي وفاعل وحقيقي، لانه برجع بقول لك هيدا بالمنطق بتقول له هيداك ما في ناقضك فيه، يعني ما بيقدر يناقضك فيه، ما هذا مجرم هذا خارج على القانون، كيف بدي اتركه انا هونيك؟ ثلاثه وهون يمكن لقدام يلي حكينا فيه بالاول، الخطاب السياسي يلي انا عندي بالداخل يلي مفروض لقيله يعني حل، يعملوا بروتوكول بالاداب بين بعضهم يعني. تحت سقف تحت اطار معين، تحت سقف معين، واربعه والملفات يلي جرى تجاوزها بالسابق يجب اعاده، لان ما بتقدر تتعاطى مع اللي هيدي هذا وهيدا مجهول وهيدا كذا، ما بتقدر ما بتقدر، لانه هيدي حتقول له للي قدامك اذا وقع وفكش اجره مش رح يصدقك لما تقول له وقع وفكش اجره، لانه هو نتيجه التجارب العاطله والمسار السيء يلي موجود ويلي كله مخفي. خليني نروح لانه الوقت عم يمرق بسرعه، عندنا كثير ملفات تحكي فيها، خليني نروح على اللي تفضلت فيها اللي هو الخطاب السياسي. عمليا لحظه وقوع هذه الجريمه كلنا حسينا انه البلد عشافير هاويه وعشافير حرب اهليه، الكلام اللي صار، الاتهامات اللي انزتت عشوائيه سواء كان من مناصري، ما بدي اقول من مناصري القوات اللبنانيه وحتى بعض المسؤولين يعني وبعض النواب، هلا هن بيقولوا اعطونا شوفوا وين نحن قلنا حزب الله، يعني ستة عم تشتغل على طريقه سمى الجيره وسمى الحي وبعد شوي سماني، يعني على هاي الطريقه كانوا، انه معروف مين اللي معه سلاح، معروف مين هو الدويله ضمن الدوله، معروف يعني ما مش معلي يعني انه بلا صار في اتهام عمليا، طلع سمحت السيد بالمقابل كمان رد بضرب اقصى اللي هي تسميه القوات والكتائب بانه يسعون الى حرب اهليه، علي الخطاب لهالدرجه عمليا، تصور الاثنين الخطاب كان غير منضبط عمليا. ف وين رايح الامور حتى الساعه؟ الشيء اللي تفضلت فيه وقلت عنا أسئلة مشروعة، مظبوط هي أسئلة مشروعة، بس حتى الساعة القوات اللبنانية ترفض هذه الرواية وبتعتبر أنه اغتيال سياسي دون أن تقدم أي دليل على اغتيال، على أنه اغتيال سياسي. طيب كيف بدنا نكفي؟ قلت لك أولا الخطاب التساجل السياسي اللي قلت لك رأيي فيه، يلي هلا هون احنا عم نحكي يلي المفروض انه تساجل سياسي، ما هو تساجل سياسي بس حالي محددة يلي هي هذه الجريمة بس بموضوع التشكيك قلت لك في جوانب انا بعطي يعني بتفهم انه يكون في تشكيك نتيجة اللي حكينا عنه، نتيجة الاحداث مش تاريخية امبارح يعني
وايضا نتيجه بعض الجوانب يلي هي بحاجه لوقت. هون ما فينا غير ما نوجه تقدير لمديريه المخابرات والجيش ولا فرع المعلومات يلي ساعدها طبعا للانجاز السريع. انت عم تسبق الوقت لانه الارض بدك تسبق الارض يعني كمان بالتوتر. بس هون انا بعرف انه مثلا اول شيء لحظه مثلا ما طلع ولا موقف دولي على بما معناه يعني هن مقتنعين اكثر بالتحقيقات يلي موجوده يلي عملها يلي معموله هلا. لبل اكثر عرفت يعني كمان انه حتى السفيره الامريكيه اتصلت برئيس القوات دكتور جعجع وقالت يعني كانت اقرب انه نحن نثق بهذه التحقيقات اللي حصلت وانه طلبت نوع من الهدوء انه نهدي الاوضاع اكثر وعدم التشكيك بالجيش اللبناني. ما بعرف انا هذا بس عم اقول لك يلي سمعته انه نثق بهذه التحقيقات اللي حصلت وانه يعني باطاره مثل ما هي باطاره هذا الخارج عن السياسه وطلبت نوع من الهدوء لانه هدوء تهدئة الاوضاع بس بانتظار انه تنتهي الصوره كلها سوا على بعض. واضح انه هن الامريكيين ومش هيك قلت لك ما طلع ولا اي موقف دبلوماسي والا لو كان في شيء له علاقه هن اقتنعوا انه له علاقه امنيه او ابعاد سياسيه كنا شفنا طريقه تعاطي انه طبيعه الحال ما بدا اثنين يحكوا فيها خصوصا انه جايين من سوريا خصوصا انه سوريين ومعروف يعني ما بده مين يسمعهم. طيب اليوم لما بتقلي اتصلت سفيرة الأمريكية بالدكتور سامي جعجع وهيدي كلام نحن حطيناه يعني نحن تحدثنا عنه بمقدمة نشرة الأخبار عن خلينا نقول كبسة أمريكية يعني كبسة كلمة كبسة كبيرة بفتكر تعطيت هي طلبت أكثر بموضوع أنه تهدئة الجو. طيب روح على تهدئة الجو لحتى سميها ما شئت لما بتقلي هيك يعني اليوم الموضوع يدعي طيب اللي عم طيب له. اليوم فإذا لما هيك هو الجو العام وحضرتك عم تقول ما في ولا موقف أجنبي يعني لو في ريحة حزب الله بالموضوع كانت قامت لأيامة وما قعدت ما هن ناطرينه على المفرق عمليا كيف بده ينزل سمير جعجع عن الشجرة اللي طلع عليها؟ هلا قبل في عندك ليك حتى تكون كمان موضوعي الشارع محتقن وله أسباب حقه بس الشارع والمسؤولين مسؤولين يا وإلا ما كان في قيادة وشارع يعني واجب القيادة ضبط الشارع. أنا بعتقد لقدام المفروض إيجاد برجع بقول صيغة تعاطي أو بروتوكول سياسي من هذه القوى السياسية بموضوع التسجل السياسي بيناتها يلي مفروض يلاقي الحد الفعلي ما بين النقاش السياسي مهما يطلع وما بين يعني المصلحة العامة أو المصلحة القومية العليا أو مصلحة السلم الأهلي بحيث أنه هذا ما يؤدي إلى تعبئة الخطاب السياسي ما يؤدي إلى تعبئة سيؤدي إلى نقاش والنقاشك اللي عندك من دون ما يكون تحريض وتعبئة خصوصا أن نحن عندنا متفلت الأمور يعني بس تفوتي مرات أنت على السوشيال ميديا وتشوفي مستوى المدى أنا بتطلع شو أنا وين عايش أنا كيف عايش أنت بتخافي أنت عم تقريهم وعم تشوفيهم. بعتقد كلمته بكره لسمير جعجع حتكون عالية السقف بعتقد والبطرك ما بعرف بس تعويل على خطاب بغطة البطريرك مرشار بطرس الراعي يلي هو يلي هو كمان مقتنع يلي قال يعني له يلي قال له الجولة اللي عملها قائد الجيش وواجباته اللي عملها إلى أقصى حدود وعملية تفكيك وسحب فتيل التفجير يلي قال له لقائد الجيش إنه حسب ما فهمت أنا من بكركي إنه قالوا لي إنه عبر له بشكل مباشر إنه أنا الجيش هو من المؤسسات القليلة جدا يلي عندي ثقة كاملة فيها ممتاز وثقة كتير كاملة أنا بهذه المواضيع. هلا برجع بقلك هون حتى الآن ما رويناه من معطيات قد يظهر شيء لقدام بس لحتى هلا كما هي ظاهرة بانتظار استكمال التحقيقات كما هي محطوطة كما هي شحطتين تحت كما هي حتى الآن يلي قلناه. طيب قلت لي هلا انه بكره كلمه دكتور سمير جعجع بدها تكون عاليه السقف شو يعني هلا بهدف مثل ما فهمت انه بهدف ربما للم الشارع عم بيقول وانه هي عاليه السقف بهذا الاتجاه هيك يعني عاليه السقف باتجاه تهدئه مش باتجاه تصعيد شو لم الشارع عالية كيف بلم على المستوى السياسي
انه الهدف معها انه يعني امتصاص الموضوع الشرعي اللي رايح هون. برجع بقول لك الحد الـ الـ الحد يلي محطوط او يلي شرط اذا بدك او الاهتمام الغربي الاساسي فيما حصل، اولا تحديدا الامريكي ثقه بالتحقيقات يلي صارت، اثنين عدم ترك الامور ما تدفشوا الامور تروح باتجاه الانزلاق، خصوصا برايي مثل ما قلت لك شرحت لك وهذا كان كثير مهم، البيانات اللي طلعت واللي هي غريبه وتبع المركز القومي واللي هي اكثر غرابه، بالتالي انه يجب لم وضب، انتم عم بتروحوا على محل ما لازم تروحوا عليه وهون المسؤوليه ملقاه مثل العاده على الجيش اللي هو على مستوى يعني قايم بمهام الدوله كلها سوا من اجل منع الذهاب على محلات غير حميدة. الدولة هو الدولة هو الدولة انه كل الدولة عنده ما بقى عنا الا الجيش. من اجل عدم الذهاب الى مسائل خطرة، نحن عم نشوف شو عم بيصير اذا بدك بعد شوي بنحكي عن غزة، على الموضوع بين ايران بس لانه الموضوع الداخلي هالقد حامي عم ياخذ منا هذا الشرح لحتى لي عن جد نكون شركاء بعملية تهدئة أو شركاء ونتحمل مسؤوليتنا على كل الصعود. قبل ما أروح على بريك، أيضا موضوع محمود سرور، أيضا هذا المواطن هذا من المسائل يلي هي مقلقة جدا حسب ما فهمت أنا. أنت عم تحكي موساد تحكي صحيح. يعني شوف نحن شوف مش بس شو التهديدات، مش بس موساد يلي كان فيهم يقتلوه عم بفترض بسرعة بيخلصوا بكاتم صوت أو ما بعرف شو، وعنده القدرة بيّن أنه عنده القدرة ويفلوا، مش هذا اللي عملوه. في رسم واضح انه عمل، لا مش اكثر في تحقيق واضح انه استدرجوه، هي عمليه طويله عملوه. صحيح يعني منا قصه يومين واسبوع واسبوعين، التخطيط لها اخذ وقت كبير لحتى جابوه على الفيلا يلي استأجرت ويلي انعملت، والمره على ما يبدو عملت عمليه يعني عملية قد تكون لحتى راح لعندها شخص مثله، يعني صار عنده بداية ثقة فيها. كلمة ثقة كبيرة بس انه بداية تعاطي هويها بطلت غريبة عنه لحتى قدرت استدرجته لهونيك وعملت معه وقدروا هونيك طبقوا فيه وبقي ظاهر حسب هذا انه تعرض للتعذيب، يعني خضع لتحقيق وخطع لاستجواب لانتزاع منه معلومات ما كان عندهم اياها اضافية قبل ما يخلصوا ويحملوا حالهم ويفلوا ويختفي كل شيء، وكانت العملية عالية الحرفية بموضوع الاغتيال. نعم هي هيدي سواء كان شغل على ما يبدو على الحل الإسرائيلي سرب انه هيدي عملية موساد اللي استعملت اللي انحطت بالمي اللي رفع كلها 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 وترك المسدسات ترك المصريات والمصاري حتى المصريات. يعني هي أكبر رسالة انه منا سرقة مش انه بس منا سرقة، يعني يلي عامل احترافي عملية. احترافي فوق اللزوم لدرجة انه ما بدق بهودي، مش لأنه قليل مش لأنه نبيل الأخلاق، بس لأنه يدرك انه هذه قد تكون هلقد صحتنا مفتوحة وهلقد مليئين بخطاب يعني للأسف لا يرتقي الى مستوى المرحله. يعني صحتنا بعدنا يعني صحتنا مفتوحه ولازم نحن ننتبه. هل عم قولوا مفتوحه على مش على ترهاتنا، مفتوحه على 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 اشياء كبير كثير يعني. صحيح. عمليا طبعا بانتظار يبين اشياء جديده بانتظار استكمال التحقيقات سواء كمان عم يتولى التحقيقات كمان او بموضوع محمد سرور فرع المعلومات وما بيساعدوا الجيش فيها بتمامات سرور اللي هي اساسيه هون كبيره هون 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 في عمليه معقده اكثر جدا معقده جدا جدا ومن جمعه يعني وصليوا وكيف لحتى كانوا واثقين باليومين ثلاثه ما حدا عم يسال عنه في عال يعني بتدل انه مش وبدل كمان ساحتي مفتوحه رح يكون فيها مسائل اكثر ليس فقط في الغارات للاسف لكن ايضا بعمليات امنيه مثل هي الموساد وانه ناوي يشتغل اكثر في السياحه اللبنانيه وهذا بيتطلب رح روح انا بذكرك بتتذكري ميونخ هو يعتبر انه اوه هالقد اخذت اني انشاوا اني انشاوا من بعد العمليه من بعد عمليه ميونخ جهاز من بعد غزه انشاوا جهاز بيقولوا انه بتتذكري طلعوا فيه بالتصريح انه من اجل اغتيال كل من له علاقه بموضوع غزه. صحيح هو يدخل في هذا الاطار ما بعرف قلنا يعني قالوا تحول عبر عشرات الملايين من إيران إلى حماس باتجاه حماس ويلي مش هناك حط على 2019 على العقوبة وقالوا كان بفترة موظف في القرد الحسن كمان يعني عملية مترابطة مشان هيك عم أقول إنه هون مثلا التحليل ما بيفيد هون بدنا ننطر فعليا موضوع
شو بتنتج عنه التحقيقات. نعم. وشو شو يعلن، يعني شو الممكن يعلن شو الممكن انه ما يعلن. بدي روح على بريك قصير، نعود بعده ونتابع في عنا الموضوع غزة والجبهة الجنوبية، الرد الإيراني، والموضوع يعني إن شاء الله من التنين بترجع عجلات الخماسية، والموضوع بالملف يلي أنت بتقول بكلمة قالتك أنه عملية تمرير وقت، يعني حاجة تحقق بعضنا المواضيع في مكان آخر. بريك ونعود. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، ورحب مجددا وأتابع الحوار مع ضيفي الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ جوني منير. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذ جوني. خلينا ننتقل إلى مكان آخر يلي هو، ومنرجع نبني عليه على ملفنا الداخلي بس لأنه الوقت بده عم بسرع، يعني يلي هو غزة الجنوب، الرد الإيراني تريو مربوط ببعضه هيدا هلأ عمليا المصير صار تقريبا جزء من مصير التفاوض، جزء ما عم قول كله، ومصير الجبهة الجنوبية والهيدا صار مربوط بالرد الإيراني. كيف سترد إيران على موضوع استهداف القنصلية؟ في معلومات بتقول، مش معلومات، تحليلات بتقول انه مش مطول كتير الرد، وإيران سترد بشخصها. حضرتك كتبت عن هيدا الموضوع، ظهر امبارح من كلام من اللي طلع من امريكا وهيك. في شيء قريته امبارح لتوماس فريدمان بنيويورك تايمز، كتير مهم المقال. توماس فريدمان هو بتعرف يهودي، عنده كلمته أو مسموعة كلمته بالوسط اليهودي، وهو بالوقت نفسه قريب من البيت الأبيض. نعم. بعهد بايدن. شوال. تعال بالآخر أنه أنتوا إسرائيليين عم تأذوا، عم تقولوا نتنياهو عم تأذوا مصالح أمريكا، ركضوا ليساعدوكم، وأنتوا عملتوا الخطأ نفسه يلي عملوه الأمريكان لما راحوا وعم بيدمروا كذا. حماس ما فيك تدمرها هيك. أنا بقترح، وهذا توماس فريدمان يلي بيقول، أنه أنا بقترح أنه أنتوا توقفوا برفح، ما فيك تكفي، أنتوا عم تخربوا هيك عن اتفاق كبير انعمل أو تفاهم انعمل ما بين الأمريكيين والسعوديين له علاقة بالتطبيع مع إسرائيل يلي اشتغلوا وقالوا أنه هون راح يسمحوا له ببرنامج نووي سلمي للسعودية، وضيف علي مقابل نوعية أسلحة نوعية لها وتفاهم أمني أعمق من الأول بشكل تنحمى إلهي. بس هي كان عم تشترط أنه أنا بدي الدولتين، أنه قالوا له أنت شو عم تعمل بالهذا، عم بتهبط لتوصل لوين، خطأ أنك تكفي بالمجزرة برفح، أنك من شان على أساس تقتل أو تخلص من هذا، وهذا أنت عم تقتل حبل الخلاص بإيدك، أنت لازم تتركه يرجع هو يحكم بغزة، حتى أعطيه، شوف قديش واصل توماس فريدمان، حتى أعطيه ليحكم هو يكون الحكم بغزة، بعدين لحاله بيقشط لأنه العالم بتقول وين بيوتي وين أمليكي شو عملت اللي أنت. طيب هذا شو بيعكسي؟ بيعكسي أولا الحجم الجدي للخلاف، جدي الأمريكي الإسرائيلي بين الأمريكي الإسرائيلي. أنا كنت أفترض ببعض المحلات ممكن يكون نوع من توزيع أدوار، توزيع أدوار أو أنه تفاهم، لا جدي. لما بيطلع كلام من توماس فريدمان هالقد بهذه الخلفية بهذا، يعني هاي مسألة طيب جدية. بس بالمقابل لحظة بالمقابل، إذا هيدا مسألة جدية بالمقابل بايدن شو قايل؟ إيه بس ما هاي ما بدي أسأل لك عنها، إنه نحن بدنا نضل إلى جانب الهيدا. أكيد. حتى إذا فات عرفح نحن سنكون إلى جانبه، وإذا ضربت إيران إسرائيل نحن سنكون إلى جانب بلينكن. كلامه واضح. أنا نوضح، هني بدهم أنه نتنياهو ما يكف بسياسته المجنونة. أوكي. وعلى ما يبدو متكلين على خلاف أنا ما كنت معتقد وكتار معتقدين أنه الدولة العميقة بإسرائيل، يعني الدولة العسكرية الأمنية، كمان مش كتير رايحة مع جنون نتنياهو وبن كفير والمتطرفين، أنه عم نخسر كتير، عم نخسر أصحابنا، عم نخسر العالم، وبالوقت يلي نحن عملنا الزروة تروك نكون بطريقة أزكى بعد نشتغل لقدام. لكن هيدا ما بيضمن يلي عم يعملوا نتنياهو. امبارح اغتيال اولاده لاسماعيل هنيه واحفاده، انا قريته هو واص على الاتفاق، او هيدا اصف على الاتفاق او التفاهم او محاوله التفاهم الامريكي الايراني بسلطنه عمان، وايضا على عم ينعمل مع السعوديه وهيك. انت عم تقول عم برفضه كله وانا بدي كفي بدي فوت لجوا. هلا هون بتقولي انت، طيب هذا شو يعني؟ هذا مش على الطريقه العربيه، يعني بتختلفي انت وياه شيء وبتختلفي مع اسرائيل شيء ثاني.
إسرائيل ستبقى أمريكية لجانبها. هذه مصلحة الأهم الحيوية الأهم لها بالعالم لسبب وسبب في انتخابات. بس الخلاف الأساسي هو بموضوع نتنياهو، كيف ممكن كفي باتجاهه، قادرين يزيحوا؟ نتنياهو بيعرف هو من ضمن جملة أسباب، رغم أنه الرأي العام الجوة اللي عنده كمان بلش يتبدل شوي، بلش شوي يتبدل أنه تب كمان الذهاب يلي هو ملدوه بالآخر 7 أكتوبر هذه هزي أكثر من هزي، زلزال زلزال أبدي الذاكرة الإسرائيلية، ما بعرف قديش هني بيجي هذا، بس أنه كل شيء وفي إسرائيل هذا زلزال موجود موجود عندهم هني. فمشان هيك الناس يلي عندهم أو الشارع الإسرائيلي أو الرأي العام الإسرائيلي عم بيقول أنه طيب أنا كيف مش ما في أتقبل أتركهم. هي بالحقيقة السياسة بدها شوية صعدنة، أنه ما بتقدر كمان تروح بهذا، بدك تعمل نوع من التفاهمات الموجودة هناك. قلت لك الدولة العميقة على ما يبدو بديت تتفهم هذا الموضوع، بس لكن نتنياهو لحسابات لها علاقة بشارعه هو الانتخابات يلي ممكن تروح، كل هذه المسائل مع إلى جانبه اليمين المضطري خلي ما يتراجع عن حفلة اللي فاجأني بامبارح واليوم الصبح عم بقرأ عم شوف بني جانتس كمان رايح اليوم علي السقف بيقول لا مش ممكن نحن برفح بدنا نروح نقضي عليهم برفح مش ممكن نتراجع، رغم أنه جانتس يلي كان بأمريكا ويلي كان يعتبر أنه مرن أكثر ما كانت هيك، يعني كان مفترض انه يكون اطرى. فاجأني موقفه اليوم لما قريته، وهذا خلاني اتشائم اكثر في هذا الموضوع. في بايار بخمسة ايار في شيء بالكونغرس عندهم بالكونغرس على مستوى يعني حتى وزير الخارجيه رح يشارك بموضوع له علاقه بموضوع غزه، مشان هيك الاعتقاد انه قبل خمسة ايار مشان هيك عم بيقولوا مش قريبا في اجتياح مش المؤتمر الديمقراطي يعني ولا لا في شيء بالكونغرس ما يعني قريته بسرعه ما متذكر شو قريته من يومين. ف انه بيستبعدوا قبل لانه ما بدهم يقلبوا الحزبين عليهم وياكلوا صفعه بخمسة ايار، فلذلك ممكن اذا كان في شيء على رفح هل قد يكون بعيد يعني ما بعد مش بعيد كتير كم جمعة يعني جمعتين 3 أسابيع وبيكون هو نوع من التحضير إذا بدون يعملوه إذا بدون يكفوا بالتحضيرات طبعاً. طيب بس بهذا الوقت in between في الرد الإيراني ليكي يعني صار واضح أنه إيران سترد بنفسها مجبورة ترد صار واضح ما في هيبة بالنهاية في هيبة الدولة بدها تستعيد الهيبة اللي انضربت هيبتها مضروبة بالمنطقة من بعد العمليات كلها اللي صار وما قدرت تكفي بمحل تاني. بس هو الرد كيف يكون هون المعيار القلق هون مثل ما قريت اليوم كمان بايدن عم بيقول انه اكيد اذا تعرضت نحن نساعدها لإسرائيل بالرد انه الصواريخ نساعدها بالرد الصواريخ او مسيرات مع رغم انه انا بعتقد انه بركي الامريكاني بيترازل شوي هون وبيترك له شي صاروخ يقع له جوا لانه لحتى يخلي المجتمع يخاف بتعرفي السكود يلي نزل باسرائيل سنه 90 من العراق كان قسم منه قسم منه مصروخ امريكاني ما كان من الباتريوت رغم انه كانت ادنى نسبه عطيتها كانت هونيك طيب هلا ما بعرف كيف بيعملوا هونيك بس قال انه اذا اسرائيل بدها ترد انا مش رح اشترك معها يعني عم بيقول لها لاسرائيل ما تروحي لمحل بعيد وبالوقت ذاته عم يطلب من إيران على ما يبدو وهيدا برأيي أحد أسباب تمهل الإيراني إنه الأمريكاني روق ما بدنا نروح نحن عاملين في حكي بيننا وبينك في تفاهمات ما بدنا نضرب كل شيء ونترك هالمجنين يلي هونيك يعني قادر يعمل كل شيء بدي وضع داخلي أفضل من شان هاي القصة بس كمان مثل ما عم تفضلي وتقولي الإيراني ما بيقدر ما يرد ما بقى يقدر مستحيل يعني وقلنا بتكون ضربة بس بيقطر وبحدود ما تخليه ينزلق إلى ما رح قلك بتكون يعني بتكون بأكثر إلى ما تحشاه منذ 7 أكتوبر وحكي. أكثر صوت ممكن تعمله أكبر ضجيج تعمله بس أقل ضرر بمعنى الضرر بمعنى أنه ما تخلي تعطي ذرائع من شان تفتح مواجهة إقليمية كبرى كيف هيدا الشيء بده ينعكس على جبهتنا الجنوبية اليوم يلي هي خطرة جديدة يعني نشوف طبعا خطرة سمعنا كلام سماحة السيد ويلي كمان كان فيه ميزان عقل خلينا نقول بالموضوع الجبهة الجنوبية وفي حفاظ يعني أوكي بدها حرب أهلا ومرحبا ما رح يعني
رح نوقف مكتوفي الأيدي، بس ما بدنا يعني ما رح نخليها تستدرجنا الحرب بعد هذا الخطاب. ورجع وضح أكثر الرئيس بري تاني يوم للشرق الأوسط يلي قال نحن ما بدنا معنا مش ما بدنا الحرب. اللي قلق أنه أنا زيد عليه كلمه لجملة قريت شيء بالصحافة الإسرائيلية يعني نقلنا حدا عم بيقول أنه في تحركات على الحدود بالجولان وعلى الحدود مع لبنان قد تكون للمساعدة بالرد الإيراني. هيدي بتقلق بس أنا ما بعتقد أنه رح تفتح له مجال بناء على اللي تفضلتي وعم تقولي تفتح له مجال الإسرائيلي يعملها. لذلك مثلا امبارح جالنت إجا على الجبهة على حدود اللبنانية وهدد وقال نحن وما بتعرفوا مفاجآتنا ونحن كذا ومحضرين وما محضرين. واللي على ما يبدو إذا بتقليه بالمسار العام تبعهم الإسرائيلي محضر مش من هلأ، ما كان محضر لغزة، كان اللي صار له من 2006 عم يتحضر للبنان. الأسبات الأحداث والوقائع تثبت ذلك إنه ومش هو ذاته تبع 2006 محضر برنامج خصوصا أجهزة الاستخبارات الموساد الأهداف اللي عنده إياها تختلف عن الأول. فإذا هيدا اللي بيخليك بس هون النقطة الأهم إنه لبنان يريد بكافة أطيافه بكافة فرقاء ويريد انه الذهاب باتجاه وقف الأنار بس توقف برفح. انا ما بدي وسع اطار الحرب، واضح انه ما عم بيكون في ولا اي مجال من اجل توسيع اطار الحرب. يعني ضرب على البقاع مقابيله الجولان كده ما بتقول له مش عمشت اطار الحرب. انا يعني كتعويض مسافات عم بعطيك مسافات كتعويض عن اي برافو عليك بسجل لك المسافات بس هذه كتعويض عن الموضوع عدم فتح الجبهه السوريه اولا واثنين انه ما بده يفوت بالعمق. عم اقول لك انه هيدا المسافه الطويله عم بخدها. وعلى كل حال هو لما قال اخر مره السيد قال معادله البقاع بوجه جولان. فاذا سيدي بتقول لك انه انا ما بدي اعطيه اعذار لحتى اروح باتجاه الحرب، وبالتالي قرار الانزلاق باتجاه الحرب ما بدي اياه. اذا في اتحشي رح اتحشي رح جرب اهرب منه. بس هون حده بتقولي طب فاذا انت كيف بتكفي؟ بقول لك انه اذا رحنا باتجاه نهايه حميده بين مزدوجين حميده يعني او نهايه قريبه لموضوع رفح، اذا مع المجانين يلي موجودين باسرائيل ما فيك تاكدي رغم الضغط الهائل الكبير، مفروض تروحي دغري على موضوع الجنوب. بوادر كلامه من وليد جملاط يعني هو كان موجود قبل عم بحكي بوادر كلامه ليش؟ لأن وليد جملاط خارج إطار التفاوض اللي حاصل مع الرئيس نبيه بري واللي كان عنده موقف بعد زيارته مختلف الأول. رجع قال ضرورة إيجاب تسوية لتنفيذ 1701 أكثر ذكر بموضوع العودة إلى اتفاقية الهدة وقال مع التعديلات 49 مع تعديلات صحيح ومسئبة نحن فإذا يلي حكيه يلي هو حكيه بالتفاصيل نحن اليوم 11 نيسان 96 طلقت عملية عناقيد الغضب يلي صار من بعدها هدنة نيسان عمليا التي تنص على هذه بتأشر على شو هذه بتأشر فإذا بتأشر على في شيء عم ينعمل جاهز حاضر لموضوع الجنوب في لبنان بده اخراج ايه بده كلام ايه وهيدا ما بده بيعملوا اخراجه هوكشتاين لا ايه اكيد بس هيدا بده مش بس يعني واقع لبناني بس مساعد هيدا بده واقع مع ايران مساعد هيدا اللي بخليني روح لاقول انه فاذا هذه القناه اللي تحركت عبر سلطنه عمان وربما عبر غيرها لسلطنه عمان هيدي ما في شك كان عبد اللهيان كان بالشام بسوريا بسلطنه عمان ومن ثم في كانت زيارته لسلطنه عمان مثلا لها علاقه بموضوع الرد ترتيبه لها علاقه شاف حدا عن حماس بس بالحقيقه احنا عم نعرف يلي من كل علن اللقاءات الامريكيه الايرانيه عم تصير بسلطنه عمان صحيح يعني يلي من علن هو الاساس اللي يشوفه اكيد فأنا عم بقول إنه هيدا ضمن الترتيب العام الكبير يلي بده يلحقه على الموضوع الجنوبي ويلي برأيي ساعتها في حال شو حطين ثلاثة أربعة ستة تحت في حال شفنا أفق للحرب برفح وتركت كما بيطرح كما هو طارح اليوم توماس فريدمان يلي مش من راسه عم يحكي هذا الكلام الكبير إذا راحت في هذا الاتجاه طبعا بدك تقولي من بعد أنت فورا ستبدأ تفوتي بهذه المسائل بجنوب والتعديلات والتسوية برأيي معه بيصير فيك تحكي من بعد معه
بعد التفاهم هذا بموضوع رئاسة شو عم يعمل وليد جملاط في باريس؟ برأيي هودي كله سوا يلي عم بيشوفون. وعلى كل حال كان موقفه لافت بهذا التوقيت. يعني موقفه ما قاله قبل هلا، موقفه لافت بهذا التوقيت. صحيح. هو الآن وهذا وليد جملاط، يعني مش عم نحكي بدي افترض شخصية قريبة من حليفة لحزب الله أو إنه لا، عم تحكي عن شخص تاني مستقل وعنده هامش حركته. أنا بعتقد وهون يلي إذا قطعنا خمسة أيار كان انتظم الوضع بإسرائيل أو بإسرائيل بموضوع رفح، ورحنا على ترتيبات مع فورا وقفة الأنهار، ترتيبات في البدء بالبحث والترتيب، ويلي برجع بقول لك واضح إنه المظلة الإقليمية يعني إيران تحديدا عم بقصدها هون هي مسلكة بهذا الموضوع. نعم. مش مسكرة. إذا رحنا بهذا الإطار ورحنا لهونيك، أنا بعتقد من بعده يجب أن تكون ورقة رئاسة الجمهورية، آسف إني أقول ورقة لأنه هي ورقة بالحقيقة من ضمن التفاوض، لأنه وقف رئاسة الجمهورية هي ورقة. صح. يعني توقيف حصولها، ويلي ربما البعض عم بيقول طب إذا ما في وما في تعديلات على مستوى النظام السياسي في لبنان، ما في، صار واضح إنه مش ماشيين فيها، ولا أيضا تعديلات على مستوى الإدارة، يعني إعطاء مواقع أمنية أو عسكرية لحلفاء إيران ضمن التركيب السياسي اللبناني، لأنه هي مهمة وواضح الاهتمام بالجيش من قبل الأمريكيين وتسليحه قبله. نعم. تسليحه بالمزدوجين للأما هي من طلبته. بعتقد قد يطلب حزب الله تعديلات دستورية، أهم قد تكون تعديل في قانون الانتخابات يلي بعتقد أنا أنه هو يميل أو يريد الذهاب إلى صوتين تفضيليين. هلأ كيف تنعمل، كيف تنعمل، شو بدنا نعمل لقدام؟ مشان هيك بنرجع بنقول إذا بدك نرجع على البداية، يجب ادخار قوة الفرقاء أولا من أجل تحت سقف السلام العام للكل، السلام الوطني للكل، وثانيا من أجل بدء التمهيد للذهب لتحاور مثل ما عم نقوله لقدام، لأنه هيدا بده يكون على أساس التحاور، وهيدا بيصير أكيد ما بيصير قبل انتخاب الرئيس، بيصير بعد انتخاب الرئيس موضوع، وعلى أساس أنه هيدا المجلس ما قدر انتخب، مش طالع بإيده، بالتالي يجب أن تجد مسائل تانية إلى علاقة بكذا وكذا. هلأ من ضمن مع بعض التعديلات البسيطة التانية يلي ما بتطال جوهر النظام أو جوهر المعادلات السياسية أو التوازنات السياسية ضمن النظام السياسي اللبناني. طيب وليد جملاط أيضا بكلامه بعين التينة خطأ من يرفض الحوار، كانت رسالة واضحة للقوات اللبنانية عمليا، خطأ من يرفض الجلوس إلى طاولة حوار. المفروض انه مع بدايه الاسبوع الطالع بعد العيد ترجع حركه الخماسيه في موقفه الجدي لوليد جملاط برايك، ولا موقفه السياسي؟ انا عم بسالك. انا بعتقد موقفه بالعمق، بتعرفي وليد جملاط لما بشوف، انا برايي ما بفوت بهيدي. شو يعني الحوار بمجلس النواب؟ يعني خلق اعراف جديده. بعتقد بالعمق وليد جملاط ما بده حوار، بس طالما في مين يشيل هالقصه عنه مش ظابطه، هو بالموقف المعلن بيكون عنده شيء تاني. الذهاب الى يعني انك تنتج اي شيء تروح تاخده بعدين بحوار بمجلس النواب، عم تروح على تغيير بالنظام السياسي في لبنان، ولو من خلال الممارسة والتطبيق. يعني وليد جملاط متكل على سمير جعجع يضل رافض، بفتكر متكل على غيره، بفتكر على غيره، وهون لازم رافض مبدأ الحوار. سريعا النقطة، ويمكن هيدي الاهم للمرحلة المقبلة، ومشان هيك انت عم تشوفي هلأ الحركة من قطر أو من غيرها، واقع السياحة السنية، السياحة السنية كيف ستكون لقدام؟ لقدام مع حماس أيا كانت نهاية رفح، أيا كانت، سيكون هنالك طبعا واقع نشر أو صعود أقوى لتيارات الإخوان المسلمين اللي هي مع حماس. ونحن شفنا بلبنان، شوف بالأردن الإخوان، إيه الأردن غير شيء، عم تاخد طابع كان لا يجربوا يهددوا النظام، بس لكن على ما يبدو ما في قرار أنه يطير النظام، لذلك ما بتروح لمحل بعيد. بس بالداخل اللبناني هذه السياحة السنية الفاضية على مستوى الزعامات أو الإدارة والمحمسة واللي في عندك قبول لها، طب في حدا بده يفوت عليها ويعطي هامش أو يجرب يشجع؟
يعني بتعرفي قطر قريبة من هذا، وهي قطر كانت موجودة يعني موجودة بالساحة الداخلية. مين عندها؟ وإذا بتشوفي كنت مؤخرا أنه التقارب الكبير الموجود ما بين حزب الله وبيت الفجر الأخوان المسلمين بشكل عام، يعني الحركة تبعهم بشكل عام. وهون لازم برأيي في تمييز بيكون، هون ممكن تروحي على بتشوفي التركي تركي جماعة الإسلامية أخوان المسلمين، التركي كيف بيعمل بهيدي، بده يقرب ما بده يقرب. طبعا قطر عنده حضوره بهذا الموضوع، بس كمان بالوقت ذاته القسام يعني الجناح العسكري كيف ممكن انه يكون هيدي عندك نوع خيطة. وهون هذا اساسي، وهذا كان بلش البحث فيه من السابق مش من هلا، من 3 اشهر من 4 اشهر، انه مرحله ما بعده يلي ما بيحكي او ما بيدرس قدامه مرحله ما بعد بيكون ما عم بيقشع ابعد من نخيره، كيف سيكون، كيف رح تكون المسائل لقدام في هذا الموضوع. فاذا هي المرحله الكامله يلي ممكن 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 شحاويط ممكن بعد رفح لتشوفي كيف رفح، يلي بتكون ممكن تروح في هذا الإطار. هون إشارة إضافية كمان، هذا ما معنا وقت كتير لأنه الانتخابات الرئاسية في أمريكا أيلول، والرئاسية الانتخابات الرئاسية في أمريكا شفت استطلاع عملته رويترز من شي 3 أيام فاجأني، لما رويترز بتعمل غير المؤسسات الأمريكية اللي بتعمل، لأنه هذه بيكون في عندها غايات سياسية تسويقية أو غيره، عاطي بايدن وهذا فجأني 4 نقاط أكثر من ترامب على المستوى العام، لكن بالوقت ذاته في 26 أو 27 أو 28% هودي من المستقلين بعد ما قرروا هودي الفريق يعني هو عادة تقريبا بيكونوا بيرشحوا كفة عادة، بس هودي حسب اللي بعرفه او حسب اجمالا كانوا يكونوا يخافوا من ترامب. طب قادرين يروحوا باتجاه محل ثالث، قادرين تهدرون، قادرين. هلا بغض النظر عن هودي، واضح انه الخليج يتمنى وصول ترامب، بقول يتمنى، الايراني بالمفاضلة بيناتهم بفضل بايدن طبيعة الحال، وعامل عم يعمل اتفاق هو وقد يستخدم لقدام يعني ما له يمكن أن يؤثر له، يعني مجموعة البازار يلي التجار الموجودين بالإيست كوست بأمريكا يلي هو بيأثر فيهم، حتى المجموعات الشيعية يلي موجودة بأمريكا ممكن يلي بتساعد، لأنه بالآخر أنت عم تحكي عن نسب متقاربة. بس أنا عمليا راح أقول إذا فتنا لقدام أكتر الوقت استهلك كفة البركان يلي عندي بغزة، وأنا ما وصلت لمحل إني أفتح الملف اللبناني بيكون في عندي هون شو أزمة كبيرة، وفت على مرحلة لقدام لأنه عندي 3-4 أشهر ما حدا بيحكي مع حدا، والأسوأ إذا ما زبطت معه لبايدن يعني بتروحي على محل أسوأ بكثير، طيب وبيكون في عندي كارثة هون بهيدل يعني بالنظريات بترجح كفة انه ايه نحن رايحين لتشارين، لانه كمان اي حدا بده يجي يعمل تسويات لا بالمنطق عم نحكي، اي حدا بده يجي يعمل اي دولة وحتى الدول العربية وحتى غيرها بده يجي يعمل تسويات انه بده يعمل تسوية مع مين، يعمل تسوية مثلا مع بايدن ويفل مشان هيك قلت لك انا، ولا بينطر تيجي مثلا يتقرر مين طلع الرئيس الجديد وبنروح على نشتغل معه، يعني ما كمان هون التسويه اللي عم تنعمل مع السعوديه يلي حكيوا عنها قلت لك اليوم، هي يلي قالتها نيويورك تايمز، هي تسويه هذه بتكون ثابته. تسويه اذا عملتيها مع اسرائيل مع نتنياهو يلي ستؤدي حكما الى فرقعه الحكومه، وهذه النقطه تبعه يلي هو خايف منها، صحيح. وبالتالي كل استطلاعات الرأي بعدها ما بتعطيه، يعني بتعطيه تحسنت شيء بسيط من 16% صار 18 أو 19 أو 20%، بس بعده بعيد كتير ليكون هو يرجع خيار إسرائيلي، خصوصا أنه بعدين بتبين مسؤوليته عن موضوع غزة. طيب فإذا هذا كمان واقع تاني بيكون تغير، وبالتالي أنت عندك عم بتقولي التسويات يلي بتعمليها عم تحكي عن واقع آخر، صار في عندك على الأرض بالشرق الأوسط شيء تاني، وهون صار مصلحته أكثر للإيراني أنه ينسج اتفاق يلي على ما يبدو سيكون محصن أكثر هذه المرة اتعاظا من يلي عمله ترامب بالمرحلة السابقة. وعلى كل حال الشعبوية اللي اجى فيها ترامب وهيدي أنصاره بيقولوا له أنه تغير يا خي، هذا لما عمل
تأهل رجع بالسلطة بالأربع سنين اللي مرق فيهم وتأهل أكثر وتعلم أكثر من بعد ما طلع وعمل هاي الهوبرة اللي عملها على كابيتول هيل، وبالتالي اللي شافوا المحاكمات اللي انفتحت بوجهه صار أكثر انتظاما وأكثر عقلانية عما هو في السابق. أيا يكن أيا يكن لذلك الاتفاق اللي بينعمل اعتقادي أو هيك عم بيقولوا إنه سيكون منضبط هذه المرة، غير يلي المرة الوحيدة بتاريخ أمريكا يلي طيروا ترامب لقرار الاتفاق النووي مع إيران يلي صار معه. طيب لا أختم، احنا انتهى وقتنا، بس سؤالين سريعين. فإذا كنا عم نقول ابتداء من التنين رح ترجع الخماسية تشغل محركاتها والاعتدال في محلات السفيرة الأمريكية ما رح تحضر حسب بين حزب الله وجبران، كمان عندها سفرة كمان بهول لقائين اختلفنا، بس عندها سفرة لبرا، هي رايحة على واشنطن بعتقد، عند شيء له علاقة بالمؤتمر السنوي للسفرة يلي بيعملون ويلي ما بتطول عادة بتشوفه، وطبعا رح تعمل مشاورات بكل الترجع. الأحوال هو بكل الأحوال باللقاء مع حزب الله لا رح يكون السعودي ولا رح تكون سفيرة الأمريكية، وباللقاء مع جبران لا رح يكون ما رح تكون سفيرة الأمريكية بصفته عليه عقوبات وبغافي إذا مش هيك بنعمله هودي أسرع من هوديك، يعني بتكون كلها مع بعض. إيه فأنا عم أقوله إنه هاي الحركة اللي رح ترجع تقلع من نهار التنين إلى ما شاء الله ما بعرف قد إيه، زيد عليها زيارة وليد جنبلاط إلى باريس، زيد عليها ما بعرف شو كانت نتيجة زيارة سليمان فرنجي إلى باريس، كمان ما نحكى بهذا الموضوع وما نعرف شو صار بشكل مفصل هونيك، كل هيدي الشيء اللي عم بيصير عمليا أنت بتقول أنه بإطار مثل نحن بنقول مثلا عم نعبي هواء تحضيري تمرير وقت دون استحقاق الرئاسي جوا الحركة جوا إذا بدك ملء الوقت الضائع، لأن الوقت الضايع بيخلق لك مشاكل بصير البديل عنه ملأ الوقت الضايع، والوقت ذاته كمان تمهيدي ما بيشكي من شيء لما بتكون عندك لتاخدي آراء لتكون عندك تمهيدي. اللقاء يلي صار الخماسية عند سمير جعجع برأيي كان واضح أنه كان في رسالة، كان عاصف ما كان كان رسالة في رسائل، كان رسالة موجهة برأيي للقطريين ولا للحركة الإخرانية اللي صارت ضمن الأفكار بموضوع مع الرئيس بري، ورسالة مش من عنده، رسالة عبره يعني يقول يلي هو ظهارة كما هي. فإذا هيدي بتوضح لك أكثر، هذه اللقاءات بتوضح لك أكثر وبتساعد أكثر وبتلين أكثر من المسائل. يعني سؤال أخير، منوصل لمحل تلين في الأطراف لدرجة قبول الجميع بطرف ثالث؟ أنا برأيي ما عندك حل تاني. من الدروس يلي بتاخديها بالواقع حال المتفجر إنه الأطراف ما فيها تروح محل بعيد وخطر عليها، ويلي بيعتقد إنه قادر يغير يفرض تركيبة سياسية على البلد للمرحلة المقبلة من خلال توترات على الأرض أو من خلال الذهاب على واقع ميداني بيكون مش بسيط، ما تعلم أبدا، يعني مش شايف مش قاري تاريخنا أبدا. رح يتنزل حزب الله هو يعني رح يتنزل الثنائي الشيعي برأيك إذا وصلت الأمور إلى حدا، رح يتنزل عن شو رح يتنزل سليمان فرنجي رح يتنزل بيطلع وبيكون فيه إلى ترتيب، يعني هذي بيكون لقدام بيصير فيه إلى ترتيب في حال بصالح مين؟ ما بعرف حسب التسوية اللي بتروح لقدام، بس انا الطرف الثالث مين؟ هل هذا الطرف الثالث هو انا لحد هلا بعد هو اسم ثالث بالكامل من المطروحين ام الى قائد الجيش ام الى اين؟ بعدني لحد هلا مقتنع، مش انا مقتنع والكل بتقولي جديا حتى بالكواليس حتى حزب الله تسمعي منه هيك، في اثنين جديين ما في غيرهم يلي هن سليمان فرنجي وجوزيف هون. يعني اذا ما كان سليمان فرنجي سيكون جوزيف هون حكما؟ لهلا ما في غير اثنين جديين، هلا بتوصل لمحل قدام بالمفاوضات قلت لك انه مثلا في اتمان وفي اخذ وفي عطم، بس انه حتى هذا الواقع مثل ما هو هلا هيدا انه بالاخر تقولي انا بدي جيش، يعني الحل الوحيد لي هو الجيش، انه ما عندي محل تاني كيف بدي اعمل انا انه مثل ما هو البلد بهالفلتين بهال هيدا، بالاخر انت بدي قبضه حديديه مره بالجنوب منشان ترتب الموضوع الزون يلي بدك تعمليها اللي بدها تصير ومرة تانية خصوصا بالداخل، بظل نحن عم نقول من هلأ بدنا إياها هذه القبضة.
من هلا بدنا اياها، ولو انه ما في عندك غطاء سياسي بالاخر، غطاء سياسي ما في عندك دوله ما في، وبالاخر كيف بدك تتحركي والعسكر وضعهم، بس انه بدك اياها من هلا لانه ما بتقدر تكفي كما هو عليه. انت بغابه عايشه، بغابه بدغال، عشان هيك عم بتركب، عشان هيك عم نقول الحمد لله، والنفوس محتقنه والدنيا وكل العالم بده يهجم على اللي قدامه وكله، ما بتركب. بدي اشكرك كثير، اكيد في كلام كثير ينحكى بالمرحله المقبله، يمكن هلا اليوم مع كل اللي حكينا يعطينا الستريكت نسيساري مثل ما بيقولوا الزبده. بدي اشكرك كثير على تلبيتك الدعوه وحضورك معنا استاذ جوني منيار، شكر كبير لكم ولمتابعتكم مشاهدينا، والى اللقاء معكم.